أزول مساء الخير مرة في الأول نغميز أنجلون وساقية وزوارا إغلاد يوان وفريخ نوفريد سلام حزوار يوث نلكار يمينيان يتوين يرواد سوف يكوذ عنافا يكوذ سنات نت كورياس ذي ثمنات خجاتا سوفثية ذي ثغيوان تنعين شرشاد وكسامان ولايان سكيكدا وإغلاد سو جراح 12 قم ذنون ووين إمجراح غارو خامن تجيا محمد دندان ذي عزبا محمد حمد يغاد سويك دخلت هذا اليوم على الساعة في حدود الساعة 8:30 وحدة الحماية المدنية التنموية اللي تابعة لمدير الحماية المدنية ولاية سكيكدة عزابة لأجل حد مرور بالمكان المسمى غجاتة بلدية عين شرشار دائرة عزابة متمثل في انقلاب انحراف حافلة كبيرة الحجم المقلة للمسافرين بين عنابة ولاية عنابة وولاية واد سوف بسيارتين سياحيتين. تدخلات وحدة عزابة كانت مدعمة بكل من وحدة سيارة الإسعاف لوحدة تحرش وسيارة الإسعاف لوحدة رئيسية للحماية المدنية. الخسائر في عين المكان تم إسعاف وإجلاء إلى استعجالات عزابة مستشفى عزابة 12 جريح من بينهم 3 في حالة حرجة. المصلحة استقبلنا 9 مرضى فيهم امرأة والآخرين 8 رجال فيهم أكبرهم سنا عمره 73 سنة حالته جيدة تحت الرقابة الطبية بعد إن شاء الله سيغادر المستشفى. احتفظنا بأربعة مرضى في حالتهم شوية متفاوت الخطورة ومريض سيتم تحويله إلى مستشفى ابن رشد بسبب عنده تروماتيزم كرانيوم والباقي في حالة جيدة ممكن من بعد إن شاء الله يغادروا المستشفى. ما في الولاية عن وهران رند سيرفيس انت مهلان تجاران الولاية جيران دقس نسفر ان لحظة نعنو يشكي وفانت ذي بولا نصيبوض ذوك سيان وهران وعلى حسابي سلان ديو ظني تليزان النهار لقدار وسفر جيران يوض غير 500 لطن يدو جوان سيثمولان الفرانيا صغور نتكباني ثان اونيل هو تخبر ثقيان تينيغلان ذي الولاية نوارا دوك سنتل النظام وثورقين بغمي سلقصاص بومان أهتو ثير نيفردن دوك هون النظام إكس وعرون ثو ذارتني مزداغن تدارت نهراوة تغيوان تنولاد بن عبد القادر ذي الولاية نشلف تريزين النهار تطفى فريد غار تدار ثقيان يطور في النص وطاس وثوالات سوين آدن وليا ذي ثوريق ناشيد مشرب هو كان توظف غرث الدرث نهوارا ذي العلاليان ذرار نولاد بن عبد القادر ذي الولاية نشلف إلى قأت عديد غفو فريديان يهثوثان ماتشي ذكرى عميان جلاليان لقذيشي نس سيوان في اليونانيان بمان أثني تشار سالنا ذيان غفمان تساعد أذيا في مانيس ذي العين صرقيان سلمي كوني فدنيس وذفدنا ثماس إمزداغ أشحال 39 إوا كان أدهم من ثقو الدرث بمان كل قرعه نقعد معها 20 دقيقه وانا على الاقل قرعه تنفعني ما تنفعش كي نجيب 10 قرع وما ينفعونيش غير الشراب والخدمه نتاع الدار اما كسوه نتاعي راهي تبقى موسخه حتى نبعثها لشلف يا اما نجي في الليل يا اما نجي على الصلاه نتاع الصبح اللي هي كروسه بايديه من 200,000 سيتيرنا تاع الماء سيتيرنا تاع الماء نجيبوها 200,000 والله لا 200,000 بس عمرها من البراج يجيب له 200,000 يشرب حالة غالب الدنيا مغبونة احنا هنا يا رانا نخلصوا من سبب الطريق والماء رانا مغبونين ياسر نزقوا على الدواب الدب اللي كنا نزقوا عليه مات بسكو كبر وما صبناش كيف نديروا وراهم جابوا الماء لحقوا واحد البقعه يسموها بقعه العبايس والقلالوا وحنا قالوا لنا ماكم داخلين في الشبكه هذه تاع الماء ما عرفناش ليه والبراج مديور في بلادنا تليزريون النهار تصوض ثولة ثقية غارو المهال نتغي وانت ويا رياض سوياقي احنا عدلنا بطاقة تقنية للطريق على المستوى القطاعي وان شاء الله ان شاء الله هما في وعود وعدونا بها بيعطونا الطريق ان شاء الله وحنا في اعداد كذلك بطاقة تقنية من اجل توفير الماء انطلاقا من بقعة القلالوة ان شاء الله ذلي حالا ان المرثان تيذيرن ناغي تيذير ثدارت نهوارا اسقمي فردان ذاين السثورن ونكني اسقسي ناغ عند كون يمضبرون يتمسلا ينا قلاغ ذا وقلاغ نخدم ونخدم
ديما ذين المرثا استدير ثمورت الجزائر 2021 إمي استدير توشورت بن طيب ذي ثمنات عين الطرق ذي الولاية عن غيريزان دخل جيو النوع الشيو يهتو الثان وزدارين نرى سلخفار ذيون أردن وليا يكود حمزة زاروقي ذيون أريق بلارا العقل ذلي حالان قوي ذي استدير توشورت بن طيب ذي لديران عين الطرق ذي الولاية عن غيريزان وسند سيني سكوسن وثوى شول داقيان تسيني زدغان داخلو عشيوا قيام والحالة عن التقناوث ذاي انتياران أكا هاشتا عايشة عايشة تحت مرميد واش من عيشة كنت في الشباك أنا أخدم جيب 546 رجع منين كبرت رجعوني ل 300 عاد هاي وعشرين سنة خدمة في هنا في الشاطئ هذا اللي راه في زيل طالبين اللي يعطونا باه نديروا الداله وسي وحده مرت وحده كلشي هلا غالي السكر على نهار على نهار ويطلع الحمول متخذين والشتا متخذين الشتا قطره وهو في الصيف الحمول هلا غالي مدري كوش ما لازم غنين بالغرس نهنينا في الصيف نرمونا يعاوننا من هي قضية هكا ولا لبسة كما يقول لك هذا طوان الغاصي أخا ماكيو ذوين يهتو ثان ماتي ضخا ميمي ذا عشيو ذويون ازدي الزين ذاين يدي قران نصغارون ياكو ذي قشرة هذا استفاد من السكن الريفي سنة 2002 بمبلغ 25 مليون لكن هذه السكنات يعني حقيقة في تلك الفترة لم تكتمل يعني كنا ندخلوها نصيبوا يعني وضع احيانا وضع كارثي هو الان فايت في الفيش كما نقول في الصندوق الوطني للسكن رايه اقترع قال لي انا ندي سكن ريفي ونبنيه فوق السكن تاعي ولا نرمم به السكن الاول لكن القانون يمنع ذلك توشولت بن طيب ذم ديان توشوليني سثر نزل في المسنت ومبرون قارن دقناغذا مشى ذوي ذي زوارن جيمانسن وجاني قليل نك سولة في نكي عندنا وغا ثقران بوميس جاوان سادري ساري ضمكس